السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة عبر برنامجنا الوطني إنجازات وطنية عبر شاشة قناة جوسات الفضائية الأردنية. وضيفنا لهذه الحلقة سعادة الدكتور نظام طالب، صاحب صيدلية طالب في منطقة ياجوز حي الرشيد. سعادة الدكتور نظام طالب، مرحب فيك برنامجنا الوطني إنجازات وطنية عبر شاشة قناة جوسات. نحكي لك إن شاء الله تكون بداية خير في هذه الصيدلية، ونقول لك مساء الخير بداية دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا فيكم. بعرف عن حالي، أنا الصيدلاني نظام طالب فريد حميدي، خريج جامعة عمان الأهلية. طبعا اشتغلت في عدة شركات، منها دار الدواء والدولية، وأسست هذه الصيدلية. سافرت لبرا واشتغلت مع عدة شركات خارج البلاد، وحاليا رجعت حاليا عشان انه اضبط امور الصيدلية عندي. نعم. وتكون يعني ما شاء الله، يعني دكتور لك الباع الطويل ما شاء الله، ولك صولات وجولات. يعني سعد دكتور، نتحدث عن تأسيس صيدلية طالب. والله تأسس سنة 2004. جميل. نتحدث الآن بشكل عام عن أبرز الخدمات، خدمات هذه الصيدلية، صيدلية طالب، وأكيد هي غنية عن التعريف في هذه المنطقة. تسلم. أولاً إحنا طبعاً نحاول أن نكون متميزين بحيث تكون عندنا الكفاءات العالية لكي تخدم جميع المرضى وجميع المواطنين. فمهنة الصيدلة هي مهنة لإنفاع المريض والقيام بما يخدمه من مصلحة ومن مصلحته، ونبعد كل البعد أن نكون نريد التجارة أو هذا، إنما نريد فعلاً مصلحة المريض دائماً. جميل جميل، يعني كلام جميل سعد الدكتور نظام طالب. نتحدث عن الأدوية، نتحدث عن توريد هذه الأدوية من أين؟ طبعا من عدة مصادر، في المستودعات الرئيسية، الشركات، في شركات أردنية، في مستودعات تستورد من الخارج، كلها عن طريق النقابة وطريق وزارة الصحة. جميل. نتحدث عن تطور قطاع الصيدلي في الأردن، هل هو متطور بالشكل الملحوظ؟ الحمد لله، احنا بلدنا الأردن غني عن التعريف في الطب وفي الصيدلة، يأتي إلينا من جميع أقطار العالم للعلاج. لدينا عندنا كادر كبير من الأطباء وكادر ممتاز من الصيادلة، نتميز بالمعرفة والعلم والذكاء وكل ما يحتاجه أي مريض. جميل جميل. يعني سعد دكتور نظام طالب، هل أنت مع سلسلة صيدليات في الأردن أم ضد؟ أتوقع أنه أنا بشتغل كشكل فردي، فأنا أفضل أنه أكون أشتغل بشكل فردي. هلأ سلسلة الصيدليات قد تؤثر قليلا عليه، ولكن نحن ندعم التطور في البلد. يعني طالما الإنسان قوي ويستطيع أن يكون بسلسلة قوية تنتج أدوية، توفر الأدوية والخدمات بشكل ممتاز، فلا مانع في ذلك طالما أنها تخدم مصلحة المريض. جميل جميل، كلام جميل. نتحدث سعد الدكتور، يعني في هذه الصيدلية، صيدلية الطالب، هل تواجهون أي مشكلات أو معوقات تواجه هذا القطاع من أي جهة معنية؟ لا الحمد لله، بالعكس ان حتى الصحة والنقابة كلهم متعاونون جدا معنا. يعني تحب تجري رسالة شكر عبر هذه الشاشة؟ طبعا نشكرهم جميعا وعلى خدماتهم، على توفيرهم كل ما يستلزم الصيدليات والمشي في تطوير جميع الصيدليات. نتحدث اكيد هذه السنة سنة 2017 ان شاء الله تكون بداية خير على الجميع، بتواجهوا حالات معينة في هذه الصيدلية، ابرز الحالات؟ والله أي صيدلية تواجه كثير من الحالات، يعني يمر علينا ما هو حالات مختلفة، مثلا من الجروح، من الناس المرضى، من الناس الذين يحتاجون إلى المشورة. يوجد الكثير من المرضى الذين يحتاجون إلى مشورة معينة، فنقدم لهم بأقصى المشورة المطلوبة. نعم. يعني هل يوجد تعاون أيضا بين الطبيب والصيدلي؟ يجب وجود التعاون، لأنه في النهاية نحن نريد أن ننفع المريض، ويجب أن يكون هناك تناسق وتعاون مع الصيدلي والطبيب. جميل جميل. ما هي الطموحات سعادة الدكتور نظام طالب والرؤية المستقبلية لهذه الصيدلية؟ إن شاء الله سوف نعمل على تطوير هذه الصيدلية بدعم بالكادر الممتاز، وكذلك بدعم الأدوية، وكذلك بإعطاء الخدمة النافعة لكل مريض محتاج. جميل جميل. خدمات هذه المنطقة، منطقة يجوز حي الرشيد، كيف ترى خدمات هذه المنطقة؟
الحمد لله. طبعا كانت هذه المنطقة قبل فترة، قبل مثلا 10 سنين، كانت الخدمات قليلة جدا، حتى الشوارع كانت ضيقة. طبعا بفضل توجيهات سيد جلالة الملك وكذلك المسؤولين، فقد تم تطوير هذه المنطقة بحيث أصبحت ذات شوارع عريضة، وقدموا جميع الخدمات من الألف إلى الياء لجميع المناطق. يعني سعادة الدكتور الصيدلي نظام طالب، الآن حابين نوجه رسالة لجيل الشباب، أكيد كخبرتك ولك الباع الطويل في القطاع الصيدلي، رسالة دائما نسعى دائما للتغيير. أكيد في شباب خريجين جدد بحبوا يتجهوا للقطاع الصيدلي، شو بتحب توجه لهم رسالة قبل افتتاح أيضا صيدلي؟ أوجه للشباب أن يأخذوا أول إشي بالمعرفة، بحيث تكون عندهم الخبرة الكافية لفتح الصيدلية، ولكيفية التعامل مع المستودعات، ولكيفية جلب الأدوية، وكذلك كيفية التعامل مع الزبائن. فتلزم هذه الخبرة ضرورية جدا لأي شخص يريد أن يفتح الصيدلية. طبعا أنا أنصح بكل صيدلاني أن إذا كانت له الإمكانيات، إذا كان يستطيع خدمة المجتمع، بأن يفتح له صيدلية خاصة به تخدم المجتمع الذي هو متواجد فيه. أكيد أكيد، يعني إحنا دائما نقول من صار على الدرب وصل، ولكل مجتهد نصيب. سعادة الدكتور نظام طارق، قبل نهاية هذا البرنامج، نحن نعيش منظومة نعمة أمن وأمان، والحمد لله بفضل رب العالمين، بفضل القيادة الحكيمة، بفضل الجهات الأمنية. شو بتحب توجه رسالة لنعمة الأمن والأمان في ظل هذه القيادة الحكيمة، ظل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين؟ الحمد لله على نعمة الأمن والأمان. نحن الحمد لله دولة مستقرة أمنا وأمانا بفضل توجيهات سيدنا الملك عبد الله الثاني، وندعو دائما بالدوام العز والأمان على طول في بلدنا الأردن الحبيب. الله يديم الأمن والأمان على جميع الدول العربية، على سائر بلاد المسلمين، مدى مجد الاستقرار ومجد الاستثمار. حابين نحدد السادة المشاهدين موقع صيدلي الطالب سعادة الدكتور، أكيد لديكم صفحة على الويب سايت أو الفيسبوك، يا ريت نذكرها. احنا نقع في يجوز في حي الرشيد بجانب الكوريا ستور وبجانب صالة البدر. نعم في الوسط. نعم اكيد ارقام الهاتف تظهر على الشاشة عند زميلنا مدير التصوير المعتز، لكن حابين نوجه رسالة ايضا للسادة المشاهدين بسنة 2017 ان شاء الله تكون سنة خير على الجميع. إن شاء الله تكون سنة خير وأمان واستقرار، وسنة نعيم، وسنة كذلك استثمارات جيدة للبلد، بحيث تنعش الاقتصاد للمواطنين، وإن شاء الله تعم الرفاهية لجميع المواطنين. نعم إن شاء الله، الله يديم الخير يا رب في هذه السنة الجديدة. وفي نهاية لقائنا أعزائي المشاهدين الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور المعروف الدكتور نظام طالب، صاحب صيدلية الطالب في منطقة يجوز حي الرشيد. من لك توفيق سعادة الدكتور نظام طالب، وشكرا لدعمك لبرنامجنا الوطني إنجاز الطنية. أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا.